ازيكم عاملين ايه؟ هنبتدي يعني النهارده باذن الله تاني تالت فيديو عندنا في كورس الاكونتنج في بارتنرشيب بعنوان ريتايرمنت اوف ا بارتنر. تعالى نعمل مراجعه بسيطه كده على الشابترين اللي فاتوا. في شابتر 2 عملنا ايه؟ عملنا الفورميشن، كوننا البارتنرشيب نفسها، وعملنا حاجه تانية برضو انكم ديفيجن، جبنا انكم وقسمناه، وجبنا نت لوس برضو وقسمناه. طيب في شابتر 3 عملنا ايه؟ عملنا ادميشن للنيو بارتنر، بمعنى البارتنرشيب بتاعتنا شغاله، جه بارتنر جديد قال انا عايز ادخل معاكم في البارتنرشيب، وكان في طبعا الطريقتين اللي هم البونص والجود ويل، وعرفنا كل واحده ازاي تتحل فيهم بالتفاصيل. طب شابتر 4 بقى قصته ايه؟ هيتكلم عن الريتايرمنت اوف ا بارتنر، بمعنى البارتنر شيب بتاعتنا شغاله، في بارتنر هيمشي. طب هل لما يجي يمشي خد الكابيتال بتاعك وامشي كده على طول؟ لا، ده في حاجات كتيره بنعملها. نفس فكره برضو الادميشن. تعالى بقى نعرف الحاجات ديت ايه هي، يعني ايه الحاجات اللي بتتم اما يجي بارتنر عندنا يمشي. اول حاجه هنقفل الريفينيو والاكسبنسز، ماشي، ما اعتقدش ان فيها مشكله دي. اقول لك على حاجه ما بتجيش كمان. تاني حاجه كلوز اللون، لو في لون، بس عندي نوعين من اللون، لا اما لون بيبل من بارتنر او لون ريسيفبل تو بارتنر. ده بقى اللي يجي، بمعنى خلينا نمسك اول حاجه اللي هي لون بيبل اون بارتنر. خلي بالك احنا بنتكلم ايه من وجهه نظر البارتنر. مثلا عندنا بارتنر اكس واخد كارد من البارتنر شيب. هقول تاني، بارتنر اكس واخد كارد من البارتنر شيب، يعني بارتنر شيب مسلفاه. يعني بص، انت لو بتتكلم من وجهه نظر البارتنر فالكارد دوت لون بيبل عليه. طيب لو بتتكلم من وجهه نظر البارتنر شيب فمن بارتنر شيب ده لون ريسيفبل للبارتنر شيب. تمام، ايه بقى اللي هيتم فيه دوت؟ لما البارتنر اكس مثلا هيعمل ريتاير هيطلع بره الشركه، هنقول له لا استنى انت عليك لون ادفعه. تمام، ده اللون بيبل. طب اللون ريسيفبل عكسه، البارتنر هو اكس دوت مسلف البارتنر شيب تاني، اللون البارتنر هو الاكس مسلف مدي كارد للبارتنر شيب، يعني من وجهه نظر البارتنر اللي هو اكس ده اللون ريسيفبل ليه هو. طيب من وجهه نظر بقى البارتنر شيب ده لون بيبل على البارتنر شيب. طيب ده هنعمل فيه ايه؟ اما يجي البارتنر شيب بتاعنا البارتنر هيطلع، هنقول له استنى انت كان ليك لون ريسيفبل خده وانت خارج. خلاص تمام، عرفنا قصه الكروز لون. لو في دروينج عليه هنقفلها برضو هي كمان، ماشي. وبعد كده بقى في الخطوه الرابعه هنعمل حاجه مهمه قوي 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 قوي، ودي دايما اللي هتقابلها هي والكروز لون، حاجه اسمها ريفالويشن اوف اسيت. يعني بتشوف الفير فاليو بتاعت الاسيت بتاعتك بكام، وبتقارنها بالبوك فاليو. تمام، طب العمليه ديت هيطلع منها ايه؟ يا اما الاسيت انكريز او الاسيت ديكريز. طب لو الاسيت انكريز الزياده ديت هتروح فين؟ هنوزعها على البارتنر بتوعنا بالريشيو بتاعتها. طيب لو الاسيت ديكريز يعني الشركه خسرت، الفير فاليو اقل من البوك فاليو، هنعمل ايه؟ الخساره ديت مين اللي هيتحملها؟ البارتنر بتوعنا. ودي طبعا هتبقى التركيه بتاعت كل المسائل الشابتر دوت، هي واللون بيبل. بعد كده بعد ما خلصنا كل الخطوات ديت نحدد بقى البارتنر بتاعنا الكابيتال بتاعه كام، البارتنر اللي هو هيمشي دوت. ده بحدده ازاي؟ باخد الكابيتال بزود عليه النت انكم لو خد، او النت ريسيفبل لو خده، او اللون بيبل لو كان عليه، وبشيل منهم نت لوس برضه لو كان فيه، وبشيل منه دروينج برضه لو كان فيه. بس انا اقول لك بقى اللي بيتم دايما، يجيب كلوز لون والريفاليوشن اوف اسيت، هما الخطوه الثانيه والرابعه. دي دايما اللي بتتكرر في كل مسائل الريتايرمنت. تمام، في حاجه هنا ظهرت جديده اسمها سيتلمنت برايس. ايه السيتلمنت برايس دوت؟ انت بعد ما تخلص الستيب ديت، الستيبس ديت، هيطلع معاك الكابيتال بتاع البارتنر اللي هيمشي، الشير الايكويتي بتاعته، الكابيتال بتاعه قبل ما يمشي من الشركه. تمام، الكابيتال دوت هتقارنه بحاجه اسمها سيتلمنت برايس. ايه السيتلمنت برايس ديت؟ السيتلمنت برايس ديت ده الفلوس اللي البارتنر هياخدها معاه وهو ماشي. ايه ده، مش هو هياخد الكابيتال بتاعه وهو ماشي؟ لا، ده هياخد السيتلمنت برايس دوت. يعني مش شرط ياخد الكابيتال بتاعه كله، ممكن ياخد اقل من الكابيتال بتاعه او اكتر من الكابيتال بتاعه. ماشي، هقول لك نفس الجزئيه برده كنت بقول عليها في شابتر 3. لو هو الكابيتال بتاعه 100,000، 100,000 ماشي، وهو طالع خد معاه 120,000. ايه ده خد فلوس وهو طالع اكتر من الكابيتال بتاعه. طب ال 20,000 ديت مين اللي هيشيلها؟ الكونتينيود بارتنر، اللي هم البارتنر الموجودين في الشركه. خدت بالك من المصطلح اللي ظهر الجديد دوت، الكونتينيود بارتنر، ماشي. طيب نفترض الكابيتال بتاعه 100,000 وهو طالع خد سيتلمنت برايس 80,000. ايه ده خد اقل من الشير بتاعه، خد اقل من الكابيتال بتاعه. الفرق دوت هيروح فين؟ هيروح للكونتينيود بارتنر. تمام، انت بقى لما تيجي تقارن الشير بالسيتلمنت برايس دوت هيظهر عندك ثلاث حالات. اول حاله ان الشير ايكوال سيتلمنت برايس، ماشي، نادرا ما تحصل.
تاني حالة الشير أكبر من السيتلمنت برايس، وساعتها هتستخدم بونص أو جود ويل لمين؟ الكونتينيونج بارتنر. أه دي الحالة اللي كنت بقول عليها من شوية، معاه كابيتال 100,000 وهو طالع خد 80,000، إيه ده؟ طب ال 20,000 ديت هيروحوا لمين؟ هيروحوا بونص أو جود ويل للكونتينيونج بارتنر. بعدها عندنا آخر حالة، إن الشير يبقى أقل من السيتلمنت برايس، بمعنى كابيتال بتاعه 100,000 اللي هو الشير، وهو ماشي خد 120,000، ايه ده؟ ده خد فلوس زيادة عن الشير بتاعه. الفرق دوت هيبقى بونص للريتايرد بارتنر. طيب تمام، مش فاهم اي حاجة من اللي انا قلته ده. استنى، هناخد كل حالة من ديت وهنقولها بالتفاصيل، بس اول ما نخش عليهم هنتكلم برضو نفس الفكرة بتاعت الادميشن في شابتر 3. احنا ممكن بارتنر من عندنا يقول مثلا، البارتنر اللي هو الواي يقول لاكس اللي هو اكس هيعمل ريتاير، هيقول ايه؟ خد من الكابيتال بتاعي 40,000 واطلع من الشركة. تمام. اه طيب في الحاله ديت انا هيبقى ليا دعوه بفلوس بالكابيتال اللي هو خده وهو ماشي، ماليش دعوه بقى يعني هو خد مثلا ايه 40,000 من الكابيتال بتاعه وهو ماشي، ماليش دعوه بقى هو دفع له كام بينهم هم، يعني ممكن يدفع له 100,000 دي مالناش دعوه بيها، بس اهم حاجه نقص من الكابيتال بتاعنا بتاع الكونتينيود بارتنر 40,000، وده طبعا بيرسونال ترانزاكشن وما بيديش كتير برضه. نفس فكره الادميشن. ماشي، معلش اسئله برضه. بعد كده نخش بقى فعليا في الشابتر بتاعتنا او الافكار بتاعتنا، يعني ان البارتنر وهو ماشي هياخد ايه؟ سيتلمنت برايس، هياخد اسيت معاه وهو ماشي، هياخد كاش اسيت ايا يكن، بس هياخد ايه؟ فلوس وهو ماشي. هيظهر عندنا ثلاث حالات، السيتلمنت برايس ايكوال الشير اللي سالناها من شويه، حاطط الكابيتال 100,000 خد 100,000 وهو ماشي، طيب ما فيهاش اي مشكله. بعديها هي برضه نفس الفكره. نبتدي بقى في الشغل بتاعنا بقى فعليا، السيتلمنت برايس اكبر من الايكويتي. هو لها تاني ديت، الكابيتال بتاعك 100,000 وانت طالع خدت 120,000، ال 20,000 ديت الزياده اللي انت خدتها ديت مين هتحملها؟ كونتينيو بارتنر. بعديها برضه نفس الفكره، لو السيتلمنت برايس اقل، وهم دول اللي هنشتغل عليهم طول الشابتر وهنشتغل عليهم دلوقتي. في الحاله بتاعت السيتلمنت برايس اكبر من الايكويتي هيظهر عندنا حاجتين عشان نعالج المشكله ديت، طريقه الجود ويل وطريقه البونص. وطريقه الجود ويل فيها طريقتين هي نفسها، توتال جود ويل وبارشال جود ويل. احنا جديد الكلام ده، اول مره نشوفه. خلينا دلوقتي في التوتال جود ويل. التوتال جود ويل دي الطريقه العاديه خالص بتاعتنا، انت بتاخد الجود ويل تقسمها على كل البارتنر، ودي بتتم على خطوتين. اول خطوه اللي هتاخد الجود ويل بتاعتك وهتقسمها على كل بارتنر اكس واي وزد، كلهم هياخدوا جود ويل. خلي بالك من ديت عشان هتوضح الفرق دلوقتي، هيوضح لما اقول البارشال جود ويل. ماشي، في التوتال ايه؟ الجود ويل بتتوزع على كل البارتنر، دي اول خطوه. طب تاني خطوه نعمل انتر بقى ونطلع البارتنر بتاعنا. ماشي، تعال نشوف الحل بقى. نبتدي بأول سؤال، هنبتدي نسخن كده بسؤال بسيط. قال لك عندنا أربعة بارتنر شيب، جون ودانيال وهاري وداني. داني دوت هيطلع من الشركة وخد كام وهو ماشي؟ 40,000. تمام، طب الكابيتال بتاعه كان كام؟ كان 20,000 بس. إيه ده؟ ال 20,000 ديت راحت فين؟ مين اللي هيشيلها؟ اللي هيشيلها الكونتينيود بارتنر، البارتنر اللي هما مكملين في الشركة. تمام، قال لك ال 20,000 ديت اللي هو الفرق الجود ويل ديت هتتوزع إزاي؟ هتتوزع ايكولي. وعايز نسجل الانتري بتاعتها. تمام، هنحسبها ازاي ديت؟ مش هو الجود ويل 20,000؟ 20,000 ديت هنقسمها على 3. ايه 3 ديت؟ مش هو قال لك هيتوزعوا ايكوالي كل بارتنر؟ يعني كل بارتنر هياخد زي التاني. ماشي، طب تعالى نحسب الجود ويل 20,000 على 3. طب استنى، ليه قلت 3؟ مش هم 4 بارتنر؟ لا ماليش دعوه، خلاص احنا بقينا 3، في بارتنر مشي. هتقسم 20,000 على 3 هيطلع لك رقم كله ستات كده. طبعا الاختيار دوت مش في الاجابه، فهيبقى نان اوف ذا باف. امال كانت ايه الاجابه الصح؟ يعني كانت الاجابه الصح ان هو يبقى 6666 ديت الرقم اللي هو طلع لنا لما قسمنا 20,000 على 3، ال 6666 ديت هتبقى ديبت لكل البارتنر عندنا او جون كابيتال اللي هو عايزه دوت. ماشي، دي كده ايه؟ زي ما قلت نسخن بسؤال بسيط. ماشي، يلا بقى ايه؟ نشوف الافكار بتاعتنا. قال لك عندنا ثلاثه بارتنر، ماكس وجون ويترز. دي الشير بتاعتهم وده الكابيتال بتاعهم 10 10 30 50. ماكس هيطلع من الشركه ويزدرو، وقال لك عملنا ريفاليويشن للاسيت بتاعتنا، طلعت ان الفير فاليو بتاعت الشركه بتاعتنا 200,000، واللي ما سكتش وبس، لا ده قال لك ايه؟ ان ال 200,000 ديت كان فيها اللاند، كانت المتسجله في الدفاتر البوك فاليو بتاعتها 40,000، كانت الفير فاليو بتاعتها بعد ما عملنا ريفاليويشن اكتشفنا ان هي 65,000. تمام، بعد كده قال لك ان ماكس هياخد 20,000 وهو ماشي. تعال شوف ايه المطلوب في الشركه، بيقول لك وات المطلوب في السؤال، وات اماونت شود لاند بي ريكوردد ان ذا بارتنرشيب. ايه قيمه اللاند؟ يعني ده ما سالش خالص عن قصه بتاعه ال ما سالش عن قصه الوزرو دوت ولا حاجه، لا هو
هو سأل في حتة معينة، أنا عايز أوضح لك إن مش كل الفير فاليو، الفرق ما بين البوك فاليو والفير فاليو، مش كل ده هيبقى جود ويل. ماشي، تعالى أفهم أكتر الكلام اللي بقوله ده. البوك فاليو عندنا ب 90,000، عرفت إن هي 90,000، جمعت الكابيتال بتاع البارتنر بتوعنا، تلاقي البوك فاليو ب 90، وكان قايل لك الفير فاليو ب 200,000. الفرق ما بين البوك فاليو والفير فاليو أسيت إنكريز ب 110,000. طب إيه ده ثواني، ال 110,000 ديت هل كلهم جود ويل؟ لا، قال لك اللاند زادت ب 25,000 منهم، والجود ويل زادت ب 85,000 عند اللي طبعا كان فيها غلطه. يعني لو كان في السؤال هنا قال لك ايه هي الجود ويل، لو كنت قلت 110,000 كلها، لا كانت هتبقى غلط. الجود ويل 85,000 بس، وفيها لاند 25,000. ماشي، طب كده احنا هنسجل اللاند بكام؟ ب 65,000، اللي هي الفير فاليو بتاعتها. رايح كان ممكن تشوف على طول، قال لك ايه الفير فاليو بتاعت اللاند 65,000، تسجلها على طول 65,000. بس هو يعني انا جايب السؤال دوت واقصد بيه حاجه معينه، اللي هو مش شرط دايما الفرق ما بين الفير فاليو والبوك فاليو يبقى كله جود ويل. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. وديت دي بروبلم مش ام سي كيو، انا ما لقيتش على الجزئيه ديت اسئله ام سي كيو خالص يعني، كان في اسئله قليله تقريبا في الكتاب، وكان في الفاينل برضه طبيعي اسئله حلوان، كان كله عن البونص، ما لقيتش خالص توتال جود ويل ولا بارشال جود ويل، او لقيت سؤال تقريبا وحاطه يعني. بس معنا نكمل، تعال نشوف بقى البروبلم بتاعتنا. قال لك احنا عندنا ثلاثه بارتنر اتش وام ودبليو، وده الكابيتال بتاعهم 60,000 15,000 25,000، ودي بروفيت اند لوس ريشيو بتاعته. تعالى اقرا بقى ايه الانستراكشن هو مديها لك. قال لك النت اسيت بتاعت الشركه بتاعتنا الفير فاليو بتاعتها طلعت 154,000. قال لك ال 154,000 ديت وسكت؟ لا، قال لك ال 154,000 ديت الزياده فيها البوك فاليو اللي هي كانت ب 20,000 بقت ب 35,000، يعني كده في 15,000 لللاند لوحدها. ماشي، قال لك ايه تاني؟ قال لك اتش وهو ماشي هياخد معاه 84,000. ايه المطلوب بقى؟ قال لك سجل الانتري بتاعت الوزدرول لاتش بطريقه التوتال جود ويل. خلاص تمام، زي ما اتفقنا. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنشوف البوك فاليو بتاعتنا والفير فاليو بتاعتها ونقارنهم ببعض. تعال نشوف البوك فاليو بتاعتنا ب 100,000، عرفت ازاي انها ب 100,000؟ جمعت كل الكابيتال بتاعنا طلع لي 100,000. تمام، الفير فاليو كام؟ 154,000. عرفتها منين؟ قايل لك في السؤال اهو. ماشي تمام، عايزين نحسب بقى جود ويل. هل الفرق ال 54,000 ديت كلها جود ويل؟ لا استنى، ده فيها لاند اللي هي كانت ب 35,000 اللي هي الفير فاليو بتاعتها، والبوك فاليو بتاعتها 20,000. يعني احنا بعد ما عملنا الريفاليويشن اوف اسيت طلعت ان اللاند ب 15,000 زادت ب 15,000. تمام، تعال بقى نحسب الجود ويل. هتتحسب ازاي الجود ويل؟ ال 54,000 ديت اللي هو الفرق ما بين البوك فاليو والفير فاليو ماينص قيمه اللاند اللي زادت 15,000 طلع لي 39,000 بوك فاليو. سوري جود ويل. تمام، تعال نوزعها بقى الجود ويل. بس ثواني قبل ما نوزعها، هل هنوزع جود ويل بس؟ لا، ده هنوزع ال 15,000 اللاند ديت برضو، يعني 15,000 اللاند ديت برضو هتتوزع. ما ده يعتبر ايه؟ زي بروفيت لينا. مش قلنا قبل كده في اول السلايد خالص قلنا لو الاسيت انكريز هتتوزع على كل البارتنر؟ ماشي. تعال نشوف الانتري بقى بتاعتنا. اول حاجه هنوزع اللاند اللي هي ب 15,000، بعديها هنوزع جود ويل اللي هي ب 39,000. كان ممكن تعمل دي في انتري لوحدها ودي في انتري لوحدها، بس مش هتفرق يعني. هما كده لو هما الاثنين على بعض مجموعهم 54,000 هتوزعهم بالريشيو بتاعتهم هيطلع لك الارقام ديت. خلاص تمام كده، وضحت الفكره ديت ان انت مش هتوزع جود ويل بس، انت هتوزع الاسيت اللي هي زادت معاك برضه. ماشي، المسألة خلصت على كده؟ لا، ديت الانتري بتاعت الاسيت انكريز. ماشي، في بقى الانتري بتاعت لما البارتنر هيمشي، دي نحسبها ازاي؟ او تعالى قبل ما اجيب اللي بعده. الاتش كابيتال اللي هو هيمشي اللي هو هاول دوت اللي هيمشي. تمام، ده الكابيتال بتاعه كان كام اصلا في السؤال؟ هو مديهولك 60,000 زاد عليه 24,000. ايه ال 24,000 ديت؟ دي الفلوس اللي خدها اما وزعنا الاسيت بتاعتنا اللي هي اللاند والجود ويل. يعني كده الكابيتال بتاع اتش بقى ب 84,000. عرفتها ازاي؟ 24,000 زائد 60,000. يلا بقى نعمل الانتري، اتش كابيتال في الديبت قفلناه ب 84,000 قصاد الفلوس اللي خدها وهو ماشي، لكن مديها لنا اهو ب 84,000 بس. وكده خلصت المساله. ندخل بقى على فكره جديده، وطبعا احنا لسه هنحل على التوتال جود ويل دلوقتي تاني، بس ديت فكره جديده عندنا في الشابتر لها علاقه بالجود ويل. تعالى نقرا السؤال. قال لك عندنا ثلاثه بارتنر بيتر وروبرت ودانا، الكابيتال بتاعهم 40,000 50,000 30,000، وديت ال 20% 40% 40%، دي الريشيو بتاعتهم. قال لك روبرت مشي وخد معاه 80,000، بيقول لك ريتايرز خلاص، مشي
واتدفع له 80,000 خلاص تمام. بيقول لك بقى لو احنا شغالين بالجود والمسود الكابيتال بتاع بيتر هيبقى كام؟ اه هنا عايز ايه؟ طب ما تقول الكابيتال بتاع بيتر 40,000 وخلاص. لا استنى، ده بيتر خد جود ويل. طب الجود ويل اللي خدها ديت اعرفها ازاي؟ او انا عرفت منين اصلا انه خد جود ويل؟ مش احنا ايه قلنا ان روبرت مشي وخد معاه 80,000، وهو كان الكابيتال بتاع روبرت اهو 50,000. ايه ده؟ يعني الفرق ما بين ال 50,000 وال 80,000 ديت الجود ويل الروبرت بس خدها، الجود ويل بتاعت روبرت بس. طب بيتر وده انا اجيب الجود ويل بتاعهم ازاي؟ او بيتر اجيب الجود ويل اللي هو خدها ازاي؟ تعال بص معايا بقى. اول حاجه طبعا جود ويل بتاعت روبرت بتاعت روبرت 50,000 اللي هو الكابيتال بتاعه، ماينس 80,000 تطلع لي 30,000. ايه ال 30,000 ديت؟ دي ال 30,000 اللي روبرت خدها كجود ويل. طيب انا عايز اجيب باقي المبلغ اعمل ايه؟ زي برضو ما كان في فكره في الادميشن كده نفس الطريقه، 30,000 ديت الجود ويل اللي روبرت خدها اللي هي تمثل لي كام؟ 40%. عرفت ان انها 40% اهي، ده الريشيو بتاعت روبرت اللي هي 40% ماشي. بعديها المبلغ اللي انا ما اعرفوش ده 60%. ايه المبلغ اللي انا ما اعرفوش دوت؟ دي الجود ويل بتاعت بيتر ودانا تمام. عايز اجيب المبلغ اللي انا ما اعرفوش دوت هعمل ايه؟ عارفينه من الادميشن، هناخد 30,000 ديت هنضربها في 60% على 40% طلع لي 45,000. ايه ال 45,000 اللي طلعت دي؟ ايه هي 45,000 ديت؟ دي الجود ويل بتاعت بيتر ودانا تمام. عايزين نحسب بقى ايه الجود ويل بتاع بيتر لكام؟ اوعى تتسرع وال 45,000 ديت تضربها في الريشيو بتاعتهم كلهم، لا احنا خلاص في روبرت مشي يبقى هنشيل الريشيو بتاعته. طب الريشيو الجديدة ايه هي؟ هنشيل الريشيو بتاعت روبرت، بقى كده عندنا 20 ل 40 تمام. تعالى نحسب بقى الجود ويل بتاع بيتر 45,000 اللي هي الجود ويل في 20 على 60، ال 60 ديت مجموع الريشيو بتاعتهم كلهم، مش احنا قلنا 20 على 40 ماشي، طلع لي 15,000. 15,000 ديت دي اللي بيتر خدها جود ويل. طيب الكابيتال بقى بكام بتاع بيتر؟ 15,000 زائد 40,000 اللي هو الاولد كابيتال بتاعه طلع لي 55,000 اللي هي سي. خلاص تمام. حل بقى نفس السؤال بس عايزين الكابيتال بتاع دانا، حله بنفسك يلا وحالا هظهر الاجابه ماشي. نكمل بقى في موضوع التوتال جود ويل ماشي. تعالى نقرا السؤال، مديك البالانس شيت بتاعت دي اف جي بارتنر شيب، مديك الريشيو بتاعتهم اللي هي 4 2 3. قال لك البارتنر جي اللي هو الكابيتال بتاع جي 275,000 هياخد وهو ماشي 455,000. قال لك استخدم لي التوتال جود ويل ميثود ماشي. تعال نشوف بقى نحل ازاي. طبعا هو هنا مش مديك الفير فاليو بكام، البوك فاليو عارفينها بس مش هنعمل بيها حاجه لانه مش مديك الفير فاليو بكام، ومفيش لون بيبل ولا لون ريسيفابل ولا كلوزنج ولا اي حاجه. امال هنحل ازاي؟ واحده واحده كده. قال لك جي خد وهو ماشي 455,000 والكابيتال بتاعه اصلا 275,000. ايه ده؟ طب الفرق ما بين 275,000 ديت و455,000 ده ايه؟ الفرق دوت ده جود ويل جي خده. طب نحسبه ازاي؟ الجود ويل ماينس السيتلمنت برايس ماينس الايكويتي. السيتلمنت برايس اللي هو 455,000 الفلوس اللي خدها معاه وهو ماشي، ماينس الكابيتال بتاعه اللي هو 275,000 تلاقي 180,000. دي الجود ويل بتاعت جي بس. خلي بالك هنعمل كل الكلام دوت في حاله بقى ان هو ايه، ما ادكش تفاصيل في السؤال، ما ادكش ايه الفير فاليو وايه، ما قالكش مثلا في لون ريسيفابل او لون بيبل زي ما هنشوف كمان شويه تمام. احنا جبنا الجود ويل بتاعت جي، عايزين بقى نجيب التوتال جود ويل كلها عشان نوزع على باقي البارتنر. هنجيبها ازاي؟ لسه حللناها من شويه وانت لسه حالل بايدك ازاي نجيبها ماشي. التوتال جود ويل قال لك 180,000 ديت اللي بتمثل لي 3 على 9. عرفت ازاي انها 3 على 9؟ مش جي النسبه بتاعته 3 اهو، هو قايل لنا في السؤال تمام، والبارتنر كلهم الريشيو بتاعتهم 9 تمام. 180,000 ديت بتمثل لي 3 على 9 اللي هي الجود ويل بتاعت جي. طيب باقي الجود ويل الرقم اللي انا ما اعرفوش دوت بيمثل لي كام؟ بيمثل لي كل الجود ويل اللي هو 9 على 9. طيب عايزين نفك كده المنظر دوت، هنعمل ايه؟ 180,000 في 9 على 9 على 3 على 9 حافظين الايكويشن ديت خلاص، طلع لنا 540,000 اللي هي توتال جود ويل، جود ويل كلها تمام. طلع لك كام؟ 540,000. حلو، 540,000 ديت هنعمل فيها ايه؟ هنقسم دي جود ويل، هنقسمها على كل البارتنر اللي عندنا بالريشيو اللي هو مديها لك. ليه؟ عشان احنا توتال جود ويل، خلي بالك انا قلت هنقسمها ايه؟ على كل البارتنر اللي عندنا. طب لو كان قال لك مثلا بارتشر جود ويل، كنا هندي جود ويل بس للبارتنر اللي هيمشي، ولسه هنشوف الموضوع دوت، مش عايز اسبق الاحداث ماشي. تعال نكمل. 45,000 ديت هنقسمها ازاي؟ زي ما قلنا كل واحد بالريشيو بتاعته، وعشان تتاكد انك ماشي صح
شايف الجي اللي هو هيمشي دوت تلاقي لنا كام؟ 180,000. دي اللي هي جودويل اللي خدها. ايه ده؟ ده نفس الفرق اللي هو كان بيديهولك، نفس الفرق ما بين السيتلمنت برايس والايكوتي، ده نفس الثمن. انت كده ماشي صح، وزعت الجودويل صح ماشي، وكده خلصت المسألة. بس طبعا لسه في انتري تاني صغيرة كده، ان هو هيبقى ديبت جي كابيتال 455,000 قصاده كاش 455,000 ديت، عشان ايه؟ نمشي جي ونقفل الكابيتال بتاعه خالص. تمام، ده كده كل الفكرة اللي هنا، ودي كل فكرة التوتال جود ويل. نخش بقى على تاني موضوع عندنا اللي هو البارشال جود ويل، وديت اللي هي مور جاستيفبل، بمعنى ان احنا يعني يفضل ان احنا نشتغل بيها. يعني لو جالك نظر ام سي كيو، انا احسن توتال ولا بارشال؟ تقول له بارشال. دي بقى فكرتها هي بتعمل ايه. تعالى ارجع كده، نرجع للسؤال هنا. مش احنا طلع لنا 540,000 جود ويل واحنا شغالين بالتوتال جود ويل؟ عملنا ايه؟ وزعنا الجود ويل على كل البارتنر اللي عندنا دي واف وجي. حلو، لو احنا شغالين بارشل بقى كنا هنعمل ايه؟ كنا ال 540,000 ديت مش هنوزعها على كل البارتنر، لا، ده كنا هنشوف الريشيو بتاع جي كام اللي هي 180,000. كنا خلاص هنقول الجود ويل بتاعتنا 180,000 وقصادها الجي كابيتال 180,000، اللي هو ايه؟ البارتنر بتاعنا اللي هيمشي. ايه ده؟ طب والباقي؟ لا، الباقي مش هياخد جود ويل. ماشي، تعال نشوف برضو ايه مسائل اكتر على الفكره دي. طبعا ده منظر الانتري بتاعها، بتتم على خطوه واحده، جود ويل اللي هو الديفرنس بتوين الايكوتي والسيتلمنت برايس، قصاده ريتايرد بارتنر كابيتال، وقصاده الاسيت. تمام، تعال نشوف بقى اسئله عليها. ماشي، نفس السؤال اللي لسه حلينه من شويه، بس هنستخدم البارشال جود ويل. تعال نقراه تاني. مديك الكابيتال بتاع اتش وام ودبليو، ومديك الريشيو بتاعته، وقال لك ان احنا عندنا فير فاليو 154,000، وال 154,000 ديت فيها لاند كانت البوك فاليو بتاعتها ب 20 بقت ب 35,000. وقال لك البارتنر اللي هو اتش هياخد وهو ماشي معاه 84,000. اعمل لي الانتري. اول حاجه زي ما قلنا اتفقنا هنجيب البوك فاليو بكام؟ 100,000. عرفتها منين؟ التوتال كابيتال. طب والفير فاليو بكام؟ 154,000. عرفتها منين؟ هو مديها لك. هل الفرق ما بينهم ده كله جود ويل؟ لا، استنى، 54,000 ديت فيها 15,000 لاند، اهو هو قايل لك البوك فاليو بتاعتها ب 20,000 زائد بقت ب 35,000. تمام، والباقي؟ الباقي ده بقى هو الجود ويل اللي هي 39,000. تمام، هتعمل ايه بقى في ال 39,000 جود ويل ديت؟ هل هتوزعها على كل البارتنر بس؟ لا، انت هتوزعها على البارتنر اللي هو هيمشي بس اللي هو اتش. نحسبها ازاي؟ 39,000 في الريشيو بتاعته اللي هي 4 على 9 تلاقي لي 17,333 ديت الجود ويل لاتش بس، اتش بس اللي هياخد جود ويل. طب والباقي؟ لا، ما لهمش جود ويل. يعني في الانتري هنسجل 17,330 بس. تعال نشوف الانتري. طبعا اول حاجه زي ما اتفقنا اللاند اللي احنا لسه عاملين لها جايبين لها فير فاليو بتاعتها ديت، نوزع 15,000 ديت. دي كده اسيت انكريز. ارجع لاول سلايد. خلاص تمام، وزعنا اللاند وكل واحد خد الفلوس بتاعته بالريشيو بتاعته، وحتى البارتنر اللي هيمشي اللي هو اتش. تمام، تعالى بقى ندي جود ويل لاتش بس. ازاي؟ اهي الجود ويل بعد ما كان 39,000 بقت 17,330. ليه؟ عشان احنا شغالين بارشال جود ويل. يعني ايه شغالين بارشال جود ويل؟ يعني البارتنر اللي هيمشي بس هو اللي هياخد الكابيتال بس. ده بقى منظر الانتري. جود ويل 17,333، اتش كابيتال 17,333. يلا نسجل بقى الوزدرول جورنال بتاعتنا، هيبقى فيها اتش كابيتال 84,000. ايه ده؟ عرفت ان اتش كابيتال 84,000؟ مش هو زاد في الجود ويل اهو 17,333، وزاد هنا لما ادينا له اللاند زاد 6,667. احسبهم على بعض هيطلع لك 84,000 قصاده الكاش اللي هو الفلوس اللي خدها وهو ماشي اللي مديها لك هنا في المساله. بس كده اتحل. دي كده كل فكره البارشال جود ويل، بتتحل بنفس طريقه التوتال جود ويل، بس الفرق في الخطوه بتاعت توزيع الجود ويل. بنوزع الجود ويل للبارتنر اللي هيمشي بس. طيب تعال نشوف السؤال دوت، نفس اللي احنا لسه حللناه من شويه، بس هنستخدم ايه؟ البارشال جود ويل. تعال نقرا تاني. مديك البالانس شيت بتاعت البارتنر شيب بتاعتنا، فيها الكابيتال بتاع كل واحد، وقال لك جي دوت هياخد وهو ماشي 455,000، وهو الكابيتال بتاعه 275,000. مش مديك بقى الفير فاليو بكام ولا البوك فاليو بكام، وعايزك ايه؟ تستخدم البارشال جود ويل. ايه ده؟ طب وانا اعمل ايه؟ وعلى فكره الحته ديت مش مستاهله يعني قانون او خطوات ثابته تحل بيها، انه باللوجيك كده الكابيتال بتاعك 275,000 وخدته وانت ماشي 455,000، الفرق دوت ايه؟ ده جود ويل. عرفت منين جود ويل؟ هو بيقول لك استخدم طريقه الجود ويل. ماشي، تعالى نحسب الجود ويل. السيتلمنت برايس اللي هو 455,000 ماينس الاوكيتي طلع لنا 180,000 ديت الجود ويل بتاعت جي بس. تمام، هنعمل ايه بقى؟ مش احنا لو تفتكر من شويه كنا بنجيب التوتال جود ويل بكام ونوزعها عليهم؟ لا، خلاص المساله اتحلت كده. جبنا خلاص البارشال جود ويل
نوزع جود ويل لجي بس اللي هو البارتنر اللي هيمشي، وخلاص عرفنا ان الجود ويل بتاعته 180,000 هنديها له خلاص، شكرا مع السلامه. يعني هنا بقى لو كنا شغالين توتال كان دخلنا بقى في قصه اللي احنا نجيب التوتال جود ويل بكام ونوزع لكل بارتنر. طبعا لسه في انتري كمان اللي هو جي كابيتال، هيبقى ديبت 455,000 اللي هو الكابيتال بتاعه قصاد الكاش 455,000 اللي هو الفلوس اللي خدها وهو ماشي. تمام، دي كده فكره كل التوتال جود ويل وبارشال جود ويل. مفيش افكار تاني بتيجي عنها ومش موجوده حتى في امتحان الفاينل بتاع بي اي اس الترم اللي فات ولا حلوان. كله بيركز على البونص بس. ماشي، تعال نشوف فكره البونص بقى. البونص اسهل بكتير من الجود ويل. مفيش بقى قصة الفير فاليو بكام ولا البوك فاليو بكام، لا 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 مفيش القصة ديت خالص. انت بتشوف الكابيتال بتاعك كام، 100,000 خدت وانت ماشي فلوس زيادة معاك، خدت وانت ماشي 120,000. ايه ده 20,000 ديت؟ مين اللي هيشيلها؟ مين اللي هيتحملها؟ الاولد بارتنر او اللي هما الكونتينيونج بارتنر، واللي هياخدها الريتايرد بارتنر. طبعا البونص ديت بنعمل لها الوكيت بالبروفيت اند لوس ريشيو، وبنقلل بيها الكابيتال بتاع الكونتينيونج بارتنر. ليه؟ زي ما اتفقنا الكابيتال بتاعك 100,000 خدت وانت ماشي 120,000، كده في 20,000 مين اللي هيتحملها؟ الكونتينيونج بارتنر. ماشي، تعال نشوف بقى الاسئله بتيجي ازاي. لا بس قبل ما نشوف الاسئله هتيجي ازاي، دي البونص للمين؟ ريتايرنج بارتنر. تعال نشوف البونص بتاعت الكونتينيونج بارتنر بقى، نفس الفكره ما فيهاش اي تغيير، فرق في الانتري بس. مثال الكابيتال بتاعك 100,000 خدت وانت ماشي 80,000. ايه ده؟ في 20,000 فرق، يعني قل 20,000، الكابيتال بتاعك قل 20,000. طب يعني ال 20,000 ديت هتروح لمين؟ هتروح بونص للكونتينيونج بارتنر. طب تاني الكابيتال بتاعك 100,000 خدت وانت ماشي 80,000. ايه ده؟ طب فرق ال 20,000 ديت هنسيبها لمين؟ دي هتروح للكونتينيونج بارتنر كبونص، وطبعا برضه هتتوزع البروفيت بالبروفيت اند لوس ريشيو للكونتينيونج بارتنر. ماشي، الاثنين نفس الفكره. تعال نشوف بقى الاسئله بتيجي ازاي. ماشي، قال لك في 30 نوفمبر الكابيتال بتاع جي 90,000 وبتاع سي 75,000 وبتاع ام 75,000، وديت الريشيو بتاعته. قال لك جي لو الكابيتال بتاعه 90,000 دوت هيمشي، وقال لك هياخد معاه كام وهو ماشي؟ 105,000 بارتنر شيب بي جري 105,000. بيسأل عليه بقى، عايز اعرف الكابيتال بتاع كارل هيبقى كام بعد ما البارتنر دوت هيمشي. ماشي، ازاي؟ بلوجيك كده يعني، من غير ما اخش في الخطوات. انت الكابيتال بتاعك، واحد الكابيتال بتاعه 90,000 خد وهو ماشي 105,000. ايه ده؟ طب ده في فرق 15,000، يعني ده خد زياده معاه 15,000. 15,000 ديت مين اللي هيشيلها؟ الكونتينيونج بارتنر. يعني هتتوزع بخساره عليهم. هنقلل ال 15,000 ديت، هنقلل بيها الكابيتال بتاعتهم. طب ال 15,000 ديت هنقسمها ازاي؟ بالريشيو الجديده، هنشيل الريشيو بتاعت البارتنر اللي ماشي. تعال نشوف الخطوات. اول حاجه عشان نحسب البونص، 105,000، ايه ال 105,000 ديت؟ دي الفلوس اللي خدها معاه هو ماشي، الستلمنت برايس. ماينس ال 90,000، ال 90,000 ديت الكابيتال بتاع الجيل. تاني 15,000، 15,000 ديت بونص ليه، بونص هياخده وهو ماشي. خلي بالك دي باي لوجيك كده، مش مستاهله برضه خطوات. انت واحد الكابيتال بتاعك 90 خدته وانت ماشي 105,000، يبقى انت كده خدت بونص 15,000. ماشي، 15,000 ديت هنوزعها ازاي؟ هنوزعها على الكونتينيود بارتنر باي لوس، خلي بالك دي خساره. هنشوف كل بارتنر هيشيل كام منها. ماشي، دي خلاص كده كده الريتايرد بارتنر خدها، فهنشوف بقى مين اللي هيشيلها وهيشيلوها ازاي. طبعا بالريشيو الجديده اللي هي 20 على 60، شلت ال 20 بتاعت جي اللي ماشي خلاص. تمام، اضرب 15,000 في 20 على 80 هيطلع لك 3750. شيلها من الكابيتال بتاع سي يطلع لك 71,250. تاني ريتايرد بارتنر، البارتنر اللي هيمشي خد بونص 15,000. ايه ده؟ طب مين اللي هيشيلها؟ الكونتينيود بارتنر. هيشيلوها ازاي؟ بالريشيو الجديده بتاعتهم. خلاص شلنا الريشيو بتاع البارتنر اللي مشي 20 على 60. تمام، ضربنا 20 على 60 ديت، ضربنا 20 على 80، التوتال بتاعهم كلهم 20 على 80 في 15% 15,000، جاي لي كام؟ 3750. جربها دلوقتي. تمام، 3750 ديت هنعمل بيها ايه؟ هنشيلهم من الكابيتال بتاع سي، طلع لنا 71,250. الاجابه هتبقى ايه؟ ماشي، هنشوف السؤال اللي بعده. جه فاينل الترم اللي فات، في الاول مديك الاسيت بتاعت الشركه 180,000، وفي لون بيبل لسي 90,000. خلي بالك اللون دوت من وجهه نظر البارتنر شيب، في لون بيبل على البارتنر شيب، يبقى ده كده ايه؟ ريسيفابل بالنسبه للبارتنر نفسه. ماشي، اجل القصه دي شويه. ومديك الكابيتال بتاع كل واحد، وعايز ايه بقى؟ قال لك البارتنر شيب الفير فاليو بتاعتها 216,000، وقال لك
مين اللي هيمشي؟ كول اول واحد دوت هيمشي، وهياخد معاه وهو ماشي 61200، واللون هيتسد كله. وقال لك نو جود ويل ريكوجنايزد. بيسأل بقى عن البالانس بتاع الكابيتال بتاع مادرو اللي هو كونتينيود بارتنر. ماشي، هنعمل ايه؟ طبعا اتفقنا او قبل بقى ما تخش في القصه بتاعت البونص والكلام ده كله، تشوف الاول عندك الفير فاليو والبوك فاليو قارنهم ببعض. مش احنا قلنا في يا اما الاسيت يحصل لها انكريز او ديكريز؟ تمام. طيب هو مديك الفير فاليو بكام؟ 216000، والبوك فاليو بكام؟ 180000، مديها لك اهو. تمام، الفرق ما بينهم دوت الاسيت زادت بيه طبيعي، يعني انا الاسيت متسجله عندي في الدفاتر 180000 وطلعت الفير فاليو بتاعتها 216000، كده في فرق 36000 دوت ايه؟ اسيت انكريز. ماشي، هنعمل بيهم ايه ال 36000 ديت؟ هنوزعهم على كل بارتنر بالريشيو بتاعتهم ازاي؟ تعال نشوف اهو. بص سيبك من الكلام الزهر، خليك في الانتري. اسيت 36000، كل بارتنر خد ايه؟ فلوسه او خد نصيبه يعني من الاسيت الانكريز ديت. ماشي، تعال نكمل بقى السؤال. طب خلاص تمام، وزعنا الاسيت، هنعمل ايه تاني؟ امشي كده بالترتيب. قال لك في لون، في لون، لون بيبل لسي، خلي بالك لون بيبل على البارتنر شيب، لايبيلتيز على البارتنر شيب، بس بالنسبه لسي هتبقى ريسيفبل. يعني هنعمل ايه؟ 9000 ديت هنسدها لسي، هنزود بيها الكابيتال بتاع سي. خلاص تمام، احنا كده عرفنا ان الكابيتال بتاع سي هيزيد بالشويه اللي هم لسه واخدهم من الاسيت الانكريز، وهيزيد بال 9000 اللي هم لسه مدينا لهم سدينا له كارد. ماشي، يبقى كده 42000 اللي هو البيجيننج كابيتال بتاعه، وزائد ال 7200 زائد ال 9000 تلاقي لي 58200 دوت الكابيتال بتاع سي. تمام، تلاقي لي الكابيتال بتاع سي 58200. ثواني، خد كام وهو ماشي؟ 61200. ايه ده؟ ده في فرق 3000، ده خد فلوس زياده اهو. خلي بالك قلت ايه؟ خد فلوس زياده 3000، ده كده خد بونص، هو اللي خد بونص. طب ال 3000 ديت مين اللي هيشيلها؟ الكونتينيود بارتنر. هيشيلوها ازاي؟ بالريشيو اللي هو مديها لك في المساله اهي. طب تعالى نحسب البونص، 58200 دوت الكابيتال ماينس ال 61200 دوت السيتلمنت برايس، الفلوس اللي هياخدها وهو ماشي، ده ال 3000. تمام، ال 3000 ديت هنقسمها ازاي؟ زي ما اتفقنا بالريشيو الجديده، مالناش دعوه بالريشيو بتاعت السي اللي هيمشي. تمام، هو كان ايه المطلوب اصلا؟ كان مطلوب ان احنا نجيب الكابيتال بتاع ام. طب استنى، تعال نشوف الانتري الاول. طبعا زودنا الاسيت خلاص، عرفنا الكابيتال بتاع ام زاد كام؟ 7200، احفظها كويس. تمام، وسدينا الكابيتال اللون اهو، زودنا بيه الكابيتال بتاع سي، دي خلاص حسبناها. ماشي، تعال نشوف بقى الانتري بتاعت الريتايرد بارتنر. ماشي، احنا لسه قايلين الكابيتال بتاع ام زاد بكام؟ زاد 7200، وهينقص هنا 7050، ايه 750. ايه ال 750 ديت؟ جت منين؟ ديت البونص اللي هو ايه؟ اللي جت اللي اتوزعت للبارتنر اللي هيمشي اللي هي 3000، فمين اللي اتحملها؟ الكونتينيود بارتنر. جبت ال 750 دي منين؟ بالريشيو 3000 في 20 اللي هي النسبه بتاعت ام على 80. خلي بالك ما قلتش 100، قلت على 80. ليه؟ عشان خلاص احنا مالناش دعوه بالريشيو بتاعت البارتنر اللي مشي. خلاص تمام، قلنا الكابيتال بتاع ام اهو 39000، وكان لسه زاد 7200 لما عملنا الاسيت الانكريز وزعنا الاسيت، ونقص هنا 7000 ونص. احسب كل دوت هيطلع لك 45450 اللي هي سي. دي بقى افكار الفاينل. يعني هو اداك الفير فاليو والبوك فاليو عشان المقصود بيها انك توزع الاسيت، الفرق ما بين الاسيت دوت توزعه. خلي بالك انت لو مشيت مع المساله من غير ما توزع الاسيت هتلاقي الناتج برضه طلع لك في الاختيارات. تمام، وايه تاني برضه كان عايز، يعني ايه الفكره تاني في السؤال؟ انك بعد ما توزع الاسيت تزود بيها الكابيتال بتاع سي. تمام، فطلع لك الكابيتال بتاع سي، وعن طريق الكابيتال بتاع سي هتحدد البونص. وخلي بالك برضه انت لو مشيت مع السؤال من غير ما تزود الكابيتال بتاع سي باللون ولا الاسيت اللي خدها هتطلع لك برضه الناتج هنا في الاختيارات. ماشي، حلو. بعد ما حسبنا الكابيتال بتاع سي، حسبنا البونص منه، ووزعنا الخساره على ام وبي، او قللنا بيهم الكابيتال يعني بتاع ام وبي، وعن طريق بقى كل الخطوات ديت تقدر تحسب الكابيتال بتاع ام. دي الافكار بقى ممكن تيجي لك. ماشي، تعال نشوف سؤال تاني نفس السؤال بس ارقام مختلفه، جه فاينل حلوان الترم اللي فات. ماشي، تعال نحله تاني عشان ناكد الفكره. مديك الاسيت بكام، واللون ليبل ب 18000، وخلي بالك الارقام مختلفه. ماشي، كان هناك ب 9000. مديك الكابيتال بتاع سي وام وبي، بيقول لك ايه بقى؟ الاسيت بعد ما عملناها جبنا الفير فاليو بتاعتها طلعت ب 432000. ماشي، وقال لك ايه تاني؟ قال لك ان سي دوت وهو ماشي هياخد مع 122400، وقال لك ان برضه الكارد اللون بتاع سي
هيتسد. وقال لك احنا نو جود ويل از ريكوجنايزد. ايه بقى المطلوب؟ الكابيتال بتاع ام، هو برضو السؤال بالظبط. ماشي زي ما اتفقنا بقى، نبتدي حل ازاي؟ تعال شوف الاول الفير فاليو بتاعتك والبوك فاليو بتاعتك، قارنهم ببعض. طلع لنا كام؟ 72000. طب ال 72000 ديت هنعمل بيها ايه؟ هنزود بيها الكابيتال بتاع كل بارتنر عندنا. تعال نشوف الانتري اهو، 72000 في الريشيو بتاعت كل واحد، طلع لك ايه؟ نصيب كل بارتنر من الاسيت اللي زادت ديت. تمام، نعمل ايه تاني؟ مش هو قال لك ان في كابيتال بتاع سي دوت هنسده له كله، هياخده الفلوس كلها وهو ماشي؟ يعني الكابيتال بتاع السي هيزيد 18000، وزاد ايه تاني؟ ال 14400. ايه ال 14400 ديت؟ ديت الفلوس اللي واخدها، لسه واخدها من الاسيت. تمام، بقى كده عندي كام؟ 84000 اللي هو الكابيتال بتاع سي، بلس ال 14400، بلس ال 18000 اللي هي اللون، طلع لي 116400. استنى اقف هنا بقى، انت دلوقتي الكابيتال بتاعك 116400، خدته وانت ماشي 122400. ايه ده؟ ده في فرق 6000، يعني انت خدت زياده. اهو بقولها تاني، انت خدت زياده 6000. طب ال 6000 ديت مين اللي هيشيلها؟ زي ما قلت لك انت في الخطوه ديت بيولوجيك كده بتحدد البونص لمين بالظبط. ماشي، تمام، ال 6000 ديت هتروح للكابيتال اللي هو سي، واللي هيشيلها الكابيتال اللي قدام اللي هي 6000 اهي. طب هنوزع ال 6000 ديت ازاي؟ بالبروفيت اند لوس ريشيو الجديده اللي هي 20 الى 60، اهو مديها لك هنا في السؤال. شلت منهم الريشيو بتاع سي اللي هو ماشي. تمام، تعال نشوف الانتري بقى، وكان طالب برضو الكابيتال بتاع ام. تمام، بص احفظ الكابيتال بتاع ام زاد هنا كام؟ 14400. حلو، وقفلنا هنا، قفلنا اللون خلاص. تعال نشوف بقى الانتري بتاعت البونص او بتاعت الريتايرد بارتنر. قال لك هنا ايه؟ الكابيتال بتاع سي 116400 لسه جايبينه، وخد بونص 6000. مين اللي شال 6000 ديت؟ ام وبي، وقصاد الاسيت اللي هي الفلوس اللي خدها وهو ماشي. تمام، الكابيتال بتاع ام كان لسه زاد 14400، هنا ناقص 1000 ونص، وكان اصلا الكابيتال بتاعه 78000. حط كل دوت على الاله هيطلع لك 90900. وايه اللي اختار الصح؟ تمام، حل بقى السؤال ده بنفسك. بس خلي بالك بقى، السؤال دوت غير كل الاسئله اللي احنا بنحلها دلوقتي. ده هنا هيبقى فيه بونص، بس مين اللي هياخدها؟ اللي هياخدها الكونتينيود بارتنر. يعني فين جي اللي الكابيتال بتاعه 90000 هياخد وهو ماشي 75000، يعني في فرق 15000. حل انت بقى مع نفسك، والاجابه هتبقى ظاهره دلوقتي حالا، اللي هي 86250، بس طبعا الكابيتال بتاع ام. تمام كده، كده يبقى خلصنا الشابتر. السلايد اللي فات دي جت غلط. كده خلصنا الشابتر اللي هو ريتايرمنت. الشابتر الجاي بقى هيبقى بعنوان ليكويديشن. طبعا في الليكويديشن عندنا طريقتين، اللمب صم وطريقه تانية كده مش فاكرها، مالناش دعوه بالطريقه.